لو ده يتقال ان انا في عنادية فانا ممكن ابقى في الملعب عنادية يعني في الملعب. The lady of the week نور الشربيني. نور عاطف أحمد زكي الشربيني لاعبة السكواش المصرية مواليد 1 نوفمبر 1995 بطلة العالم 6 مرات وأصغر امرأة تفوز ببطولة العالم للسيدات 2015. اشتهرت نور ابنة مدينة الإسكندرية بكونها أفضل لاعبة سكواش في العالم. أصبحت أصغر لاعبة عالمية تدخل في قائمة أول 10 مراكز للتصنيف في السكواش على مستوى العالم. بدأت أول بطولة فعلا وأنا عندي 13 سنة وكنت رايحة كان بس الاتحاد مطلعني عشان اشوف بطولة العالم بتلعب ازاي يعني. عمري كنت اتخيل ان انا ممكن ابقى بكسب البطولة يعني ديت في الوقت ده. كسبت بعديها 2 كمان فكسبت 3 بطولات عالم تحت 19 سنة. عام 2016 توجت بلقب المصنفة الثانية عالميا في بطولة العالم في ماليزيا. حصلت على لقب بطولة العالم تحت 19 عاما وهي في 13 من عمرها. أول لاعبة سكواش مصرية والأصغر في العالم التي تنجح في التأهل لنهائي في بطولة بريطانيا المفتوحة 2012. وعن أخطر إصابة في حياتها صرحت نور قائلة: لحد دلوقتي هي من أكبر الإصابات اللي جات لي في حياتي كلها. في ساعتها برضو كان بالنسبة لي انا لسه صغيره وان انا استوعب ان ممكن حد يقول لي ان انا مش هلعب سكواش او انا مش هروح البطوله اللي جايه او ممكن اقف لفتره طويله. كان كل ده كلام كان صعب عليا في الوقت ده. توالت إنجازاتها منذ نعومة أظافرها حتى رفعت على أعلى قائمة بطولة الأبطال وهي في 27 من عمرها. علاقة نور بوالدها ما بيعملش أي حاجة بس هو دايماً وجوده بيحسسني ان انا مطمنه او بيديني ثقه. وبهذا كانت نور مثلا اعلى لكل فتاه حققت نجاحا في سن صغير. وانت اي المحطات في حياه نور حمستك لتكملي رحله نجاحك؟